طبيعي انا طبيعي كمواطن عربي انا بهمني انه يكون التصويت لدوله عربيه ما في شك. والفريق المغربي معروف انه عم بيقدم اداء رائع يعني. ما عندي معلومات كتير، بتمنى اكيد من قلبي انه كل العالم العربي يصوت للمغرب اذا فيها الفرصه، بس انت بتعرفي العالم العربي يعني شوي الامور مش كتير دائما في ما رح أقول صراع لا، بس في أمور هيك مش كتير حلوة دائما. بتمنى أنه العالم العربي دائما يكون داعم لبعضه، مش بس رياضيا وسياسيا وأمور كتير يعني ما رح نحكي فيها على التفصيل.